قتل 11 عنصرا من قوات الحرس الثوري الإيراني بعد اشتباكات مع قوات جيش العدل البلوشية، وذلك في مدينة مير جوال الحدودية. وأعلنت حركة جيش العدل في بيان مقتل عناصر الحرس الثوري الإيراني وإصابة آخرين خلال هجوم مسلح نفذته عناصر الحركة. هذا ويقوم جيش العدل بشن هجمات منظمة تستهدف القوات التابعة للنظام الإيراني بسبب انتهاكات الأخير لحقوق الشعب البلوشي في إقليم بلوشستان، وتطالب المقاومة البلوشية نظام الولي الفقيه بوقف الانتهاكات وتبنيه المستمر لسياسات الاضطهاد والقمع بحق شعب بلوشستان.